طيب بسم الله، انا هراجع السيفنن. لو هو دلوقتي جه قال لي احسبي لي ار سيفنن او الفي سيفنن، انا هعمل ايه؟ هو جه دلوقتي بيقول لي احسبي لي الفي سيفنن والار سيفنن من السيركت دي، هعمل ايه؟ الاول هجيب في سيفنن. ازاي بقى؟ بشوية ستيبس كده. لو هو مديني ار ال فانا هشيلها، ماشي، هشيلها واحط مكانها اوبن سيركت. ساعات هو اصلا مش بيديني ار ال دي، ساعات بتكون اوبن سيركت اصلا، فمش مشكله، بس لو موجوده هشيلها الاول، تمام. فبعد ما اشيلها هحسب الفي اوبن سيركت ديت اللي هي الفي مكانها مكان الار ال بعد ما شلتها اهو، وبعدين حطيت عملتها اوبن سيركت، والفي اوبن سيركت هنا هي بتساوي الفي 7. بس كده سهلة جدا الفي 7 اصلا. هعملها ازاي؟ هعمل كيرشوف هنا وهنا، كي في ال يعني هنا وهنا، بس هتطلع معايا اهو المعادلة الاولى والمعادلة التانية. الفي اوبن سيركت هتروح مع الفي اوبن سيركت، هطلع الاي هتطلع كده، فهجيب الفي اوبن سيركت من انا هعوض بالاي ديت في المعادلة الاولى او التانية، بس هتطلع ب11.2 فولت. لازم ايه هحتفظ بالرقم ده عشان لما اجي ارسم في الاخر السيركت بتاعتنا هحطه فيها، هحط الفي 7، مش هحط الفي بتاع البطارية دي ولا دي. كده انا حسبت الفي 7 صح كده. هرجع بقى، هرجع لايه؟ للدايرة بتاعتي من الاول عادي جدا، وهبتدي ان انا اجيب ار 7. يعني دي طريقة ودي طريقة، من انا بجيب في 7 دي طريقة، وان انا بجيب ار 7 دي طريقة تانية. فالسيركت اللي عندي دي هبدأ ان انا اجيب منها ار 7. ازاي بقى؟ بشوية خطوات برضو. ثانية، بسم الله. احنا عشان نجيب ار 7 هي بتساوي ار equivalent. يعني ايه؟ يعني عشان اجيب ار equivalent ديت بشيل كل فولتج سورس وبحط مكانه شورت سيركت، وبشيل كل كارنت سورس وبحط مكانه اوبن سيركت. تمام كده؟ تمام. و يعني لما بحسب ال R 7 بحط مكان ال R L دي او ال open circuit. لو هو اصلا ما كانش مديني R L وكان سايبني open circuit كده، وكان بيقول لي احسب ال V 7 هنا او ال R 7، فانا هحط مكان ال open circuit دي مصدر، ماشي، مصدر من عندي هيكون كده، وهو يعني مش هيعطلني في حاجة، هو بس عشان اعرف احسب ال R صح، يعني ماشي، عشان ما احسبهمش بارلل وهما سيريس او العكس. فانا بحط هنا مصدر عشان اقدر احسب ال R صح، ال R توتال يعني كلها. بس كده فانا شلت هنا اهو ده فولتج سورس، شلت وحطيت شورت سيركت، وهنا برضو عملت نفس الكلام. ما كانش في اصلا كارنت سورس هنا في السيركت عندي الاصليه، ولكن هو كان عندي ال R اللي هنا، شلتها وحطيت مكانها، حطيت مكانها المصدر ده عشان بس اعرف ان انا احط ايه، احسب قصدي الار. تمام، هحسب هنا الار عادي جدا، هنا دول بارلل مع بعض، واللي عرفني ده المصدر اللي انا حطيته عشان كده هو مهم. تمام، فانا هحسب الار 7، هي الار اكويفالنت في الدايره دي هتكون الاثنين بارلل مع بعض، هتكون بايه؟ ب 0.8. بس كده، كده انا جبت الار 7 وجبت الفي 7 من الطريقه الثانيه، فهبدأ ان انا احطهم في سيركت كده بسيطة جدا، وهتكون عبارة عن ال V 7 اللي انا جبتها وال R 7 ومعاها ال R L سيريس معاها. بس كده، وهنا اقدر ان انا احسب ال I، ودي ال I نورتون. كده انا جبت ال R 7 وال V 7 وال I نورتون. طيب بسم الله، هنبدأ في الترانزستور. انا عارفة ان الجزء ده يعني معقد جدا، وكتير قوي بيسأل ازاي اذكره كده. يعني هو انا حاولت اجمع شويه قوانين، وهحط لكم لينك درايف بتاع الدكتوره، وهحط لكم برده شويه فيديوهات كده يعني كويسه من على اليوتيوب مختلفه، يعني ناس مختلفه اللي بتشرحها، وهحط لكم درايف بتاع دكتور منى. اظن يعني انتوا عديتوا على كل ده برده، بس انا هحط لكم عشان لو حد لسه ما وصلهمش، ماشي. ولازم بجد تحلوا الشيتات بتاعه الترانزستور، مهمه جدا يعني، وتشوفوا السكشن بتاعكم المعيد حلتها ازاي، او المعيد، ولو انتوا ما حضرتوش السكشن ده اسالوا على الجروب، عايزين صور السبوره بتاعه السكشن ده بتاعه الترانزستور. يعني المعيدين صراحه كانوا حلينها بطريقه كويسه وموضحه جدا يعني، واحنا كنا حلينها برده في الفيديوهات اللي فاتت، بس برده يعني شوفوا الحل ده والحل ده، قد يكون في اختلافات، قد يكون طريقه دي تعجبكم وهكذا يعني. المهم انا هراجع مراجعه سريعه على الفيديو اللي فات ده، وهقول على الانواع بتاعه الترانزستور اللي ممكن تقابلنا. احنا ممكن نلاقي الترانزستور ده نعمل ان هو اكتف، وساعتها هنستخدم قوانين البيتا والالفا عادي، ولازم نحفظهم. تمام، وفي الاكتف الفي بي اي هي بتساوي 0.7، وهنا بيكون في دايود،
والفي سي اي مش بتساوي هنا صفر، هي بتساوي قيمة عادية جدا تحسبيها بان في سي بتساوي في سي اي قصدي بتساوي في سي ناقص الفي اي. في الساتيوريشن مود ده الشرطين بتوعهم ولازم ده يتحققوا، هنا دي الشروط بتاعت الاكتف برضو. تمام، ثانية، ففي الساتيوريشن ده الشرطين لازم يتحققوا، ان الفي بي هي لازم تكون اكبر من اي حاجة، وقلنا لازم تكون قصدي ممكن تكون بتساويهم، ده عادي، ودي برضو شرط لازم يتحقق. وانا شرحت يعني ده المرة اللي فاتت، بس في حاجة بقى ايه ما وضحتهاش، ان الفي سي اي بزيرو، الفي سي اي بزيرو دايما في الساتيوريشن، واتأكدت من المعيدة عشان بس ما كنتش يعني قلت برضو حاجة غلط، بس انا يعني اتأكدت منها ان هي الفي سي اي في الساتيوريشن دايما بتكون زيرو دايما. ده مش معناه ان الفي سي ناقص الفي اي بزيرو، لا، هو بس انت لما بتعمل كي في ال عوض عن الفي سي اي بزيرو في الساتيوريشن. تمام. الفي بي اي برضو هنا في دايود بيساوي 7/10 وكده. الكات اوف بقى، ماشي، الكات اوف عندي دي الشرطين اللي لازم يتحققوا، والكرنت بيكون بزيرو كله. بس في حاجه هنا، الفي بي اي هنا مش بيساوي 7/10. ليه 7/10؟ علشان المفروض لو احنا عملناها في سيركت تانية هتكون الجزء ده مفتوح اصلا، هتكون open circuit، فمش هينفع يكون في دايد هنا، الدايد هنا مش شغال، مش متوصل، مفيش جهد. فدي كانت لخبطه انا اتلخبطت فيها الفيديو اللي فات، بس انا وضحت يعني في الكومنتات وكده، فاتمنى ان انتوا بعد الفيديو تشوفوا الكومنتات، قد اكون يعني اتلخبطت في حاجه، برده راجعوا يعني معايا في الفيديو في الحل بتاعي، لو في اي حاجه اتلخبطت فيها قولوا لي وانا هصححها ان شاء الله في الكومنتات، بس ان شاء الله يعني ما كنتش اتلخبطت في حاجه تانية. فالفي بي اي في الكات اوف مش بتساوي كده، فانا حليت المره اللي فاتت، قلت ان الفي اي بتساوي الفي بي ناقص 7/10، وبعدين عملت ان ده رونج اسامبشن. هو فعلا هيطلع رونج اسامبشن، بس مش بسبب يعني مش للسبب ده، لسبب اخر. يعني احنا لو كملنا الحل هنلاقي ان هي رونج اسامبشن بس لسبب اخر، بس يعني انا قلت انوه برضو عن الجزء ده، اتمنى ما تلخبطوش فيه. تمام، انا نسيت اقول، هي الدكتور كانت قايله ان في اشكال الترانزستور المختلفه، اللي هي في شيت 8، اللي هي الكوليكتور والاميتر والحاجات التانيه دي، ان هو بيكون اكتف اصلا، ماشي، فاحنا هنفترض ان هو اكتف وهنجيب الارقام، بس في الاخر برضو في الاخر نتاكد من الشروط دي، هي في سي اكبر من في بي اكبر من في بي ان في اي. كل الاسئله اللي هحلها ان شاء الله هتكون هي اكتف، عشان هي الاشكال اللي هي بتاعت شيت 8 دي. ففي الاخر لو عملنا تشيك وشفنا ان الفي سي اكبر من الفي بي اكبر من الفي اي هنلاقي صح، فاحنا كده ماشيين تمام. بس برضو يعني برضو ولو ان احنا في الاخر نعمل تشيك نشوف اذا كان الشرط ده صح ولا غلط. هو في الاشكال بتاعت شيت 7 في الفيديو اللي فات كان ممكن يجي اكتف وساتوريشن وكات اوف، ولكن في شيت 8 هو بس بيكون اكتف، ولكن برضو نتاكد. تمام، يعني برضو نتاكد، فاحنا هنمشيها على طول ان احنا نفرض الاول اكتف ايا كان شكل الترانزستور ايه بقى، هنفرض الاول اكتف ونشوف الشروط ديت بعد ما نجيب كل حاجه، نشوف الشرط ده اتحقق ولا لا، لو صح يبقى احنا تمام، لو غلط نبدا نعمل ايه اسامبشن غيره. تمام كده، دي قوانين بقى ممكن نحل بيها في كله، ماشي. هو طبعا احنا عارفين ان قوانين البيتا والالفا دي ايه بتاعه الاكتف، بس انما بقيه القوانين ممكن نحل بيها في كله. هي القوانين ديت يعني انتوا عايزين تحفظوها احفظوها براحتكم، انتوا مش عايزين تحفظوها فانتوا ممكن تستنتجوها من الرسمه، ان يعني هنشوف دلوقتي الحل ازاي ان احنا نجيبها بالظبط من على الرسمه، ماشي. بس انتوا ممكن تحفظوا القوانين لو انتوا مش بتعرفوا تجيبوا الفولتج او الكارنت ده. تمام، احنا حاولنا نجمع القوانين دي عشان تساعدكم يعني، وهنبدأ دلوقتي بقى نحل اشكال مختلفة من الترانزستور، وان شاء الله ان شاء الله بعد الفيديو تكونوا عرفتوا يعني الاشكال اللي ممكن تيجي، وباذن الله ربنا يوفقكم في الحل. وحاولوا بعد ما تشوفوا الفيديو برضو ان انتوا تاخدوا الشتات تحلوها، او تاخدوا الفاينل بتاع السنين اللي فاتت وتحلوها، وبعد ما تحلوا تشوفوا الحل وباذن الله تحلوا صح. يعني بناء على القوانين اللي انا حطيتها دي هبدأ احل، بس انا مش بحل بقوانين، انا ما بحبش احفظهم، بس اللي يحفظهم يحل بيهم. طب ازاي بقى احل ده اذا كان بقوانين او غيره؟ انا دلوقتي عاوزه اجيب هنا طالب مني كل الكرنت والفي سي والفي بي سي والفي سي اي، طب انا عايز كل حاجه، يعني انا هفكر ازاي احل ازاي. انا عاوزه اجيب حاجه توصلني لبقيه الحاجات كلها، انا ولا معايا اي سي ولا اي بي ولا اي اي، لا معايا اي اي، اي اي بزيرو صح، اي اي هنا مش بزيرو، لا اهو بص يا جماعه، لما تلاقوا هنا كويس يعني ان انا اتلخبطت، لما تلاقوا هنا ان ال ده كده متوصل بالجراوند، يبقى كده معناه ان الفي اي بزيرو، صح صح جدا، بس ده كده مش معناه ان الاي اي بزيرو، الاي اي هتطلع بقيمه. طب انا عاوزه دلوقتي ان انا اجيب اي حاجه، طب انا هفكر اجيب اي سي، مش انا اهو قاعده اهو في الامتحان هفكر اجيب اي سي. طب ماشي، انا عارفه ان اي كرنت بجيبه بيكون النقطه اللي هو جاي منها ناقص النقطه اللي رايح لها،
على المقاومة صح؟ طيب ما هو انا هنا لازم انا اكون حافظة ان الاي سي ده الاتجاه بتاعه، هو حاططهولي بس حتى لو مش حاطه انا لازم ابقى عارفة ان ده اتجاهه. تمام. طيب يبقى هو جاي منين؟ جاي من بي سي سي. هو ده بقى القانون اصلا المكتوب، مكتوب ان اي سي بتساوي في سي سي ناقص في سي على ار سي. طب ما انا من غير ما احفظ القانون، او برضو لو حافظاه عايز اتاكد، ادي الفي سي سي اهي النقطه فعلا اللي هو جاي منها ناقص النقطه اللي رايح لها اللي هي الفي سي على المقاومه اللي بيعدي فيها ار سي، يعني 12 على لا سوري 12 ناقص في سي على ار سي اللي هي ايه 2.2. طب ما انا كده عندي مجهولين في المعادله دي مش هينفع، يبقى هحطها على جنب واشوف ممكن الاقي معادله تانية، يبقى كده عندي معادلتين واعرف اجيب، بس هشوف بقى الباقي. ماشي انا كده مش نافع معايا اجيب الاي سي، هشوف الباقي. جاي هنا بشوف الاي بي. طيب الاي بي انا هجيبها ازاي؟ عندي في القانون مكتوب ان الاي بي بتساوي في بي بي ناقص في بي اي على ار بي. ماشي انا مش عارفه القانون او نسيته، انا هشوف ان الاي بي اتجاهه كده وبعدين ماشي كده، يعني هو كده زي الرسمه بالظبط زي ما هو حاططها لنا ان شاء الله تيجي يعني مرسومه في الامتحان يعني لو جت. هقول في سي سي اللي هو 12 اهي ناقص الفي بي. ماشي بصوا يا جماعه هنا بقى، بصوا الفي بي هنا بتساوي الفي بي اي صح كده؟ ليه الفي بي هنا هتساوي الفي بي اي؟ ليه؟ علشان اصلا مفهوم ان الفي بي اي ديت هو يعني ايه اسمها في بي اي؟ يعني في بي ناقص في اي. طب ما احنا عارفين ان في اي بزيرو، يعني انا بقول لك في بي ناقص زيرو، يعني كاني بقول في بي بس صح؟ عشان كده الفي بي اي هنا بتساوي الفي بي علشان الفي اي بزيرو صح كده؟ طب ما احنا عارفين الفي بي اي دي بكام؟ احنا عارفين ان هنا في دايود جهده 7 من 10 صح؟ احنا عارفين ده ومتفقين على ده. يعني دي هديه، دي هديه لازم ناخد بالنا منها، ان ايه جاب لنا الفي بي بطريقه سهله جدا، ان كده الفي اي بصفر فخلاص يبقى دي ب 7 من 10. طب حلو قوي قوي، انا كده الدنيا هتتفتح لي عشان هقدر اقول ان الفي الاي بي قصدي بتساوي ال 12 ناقص 7 من 10 على المقاومه اللي هي 240. يبقى كده اما اطلعها على الاله هتطلع 0 و 74 من 1000، يعني كده 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 ماشي ملي امبير. ده ايه ده الاي بي، هجيب خلاص انا معايا اي بي، هعرف اجيب الاي سي وهعرف اجيب كمان الاي اي بس مش طالبها. الاي اي مش بزيرو، قلنا مش بزيرو ماشي. هقدر اجيب الاي سي ازاي؟ ان انا هقول ان الاي سي بتساوي بيتا اي بي. مديني البيتا هنا في السؤال ب 50، هقول ان كده الاي سي بتساوي 50 في الرقم ده، هتطلع لي ان الاي بي بتساوي الاي بي هتساوي كام؟ هتساوي 2.35 ملي امبير برضه عشان كل المقاومات كانت بالكيلو. جميل كده جبت التيارات، فاضل لي الفولتج. طب هجيبه ازاي؟ سهله جدا، هو عايز الفي بي والفي سي. الفي بي انا قلت ان الفي بي بتساوي 7 من 10 اصلا، يبقى كده الفي بي جبتها عشان انا كنت عارفه ان الفي بي هنا بتساوي ده. الفي سي جميل، في قانون بيقول ان الفي سي بتساوي الفي سي سي ناقص اي سي ار سي. طيب لو انا مش عارفه القانون ده، ادي الفي سي اهي، هقول انها بتساوي الفي سي سي ديت ناقص الجهد اللي اتبذل هنا، النقطة دي ناقص الحتة اللي اتاخدت منها، فهتبقى 12 ناقص اي سي اللي معانا اللي احنا جبناها في الار سي. فلو جبناها هنقول 12 ناقص احنا جبنا الاي سي ب 2.35 في 2.2 هتساوي 86%. 86% دي كده الايه؟ الفي سي. طيب فاضل لي الفي بي سي. الفي بي سي دي بتساوي ايه؟ ما احنا قلنا اي قال لي اي نقطتين معناها انها الفي بي ناقص في النقطه الاولى هي ناقص في النقطه الثانيه، يعني هقول الفي بي احنا قلنا ب 7 من 10 ناقص الفي سي اللي هي ب 6.83، فلو قلنا 7 من 10 ناقص دي هتطلع لنا سالب 6.13 من 10، دي كده الفي بي سي. الفي سي اي نفس الكلام، هتكون بتساوي الفي سي ناقص الفي اي. طب ما احنا عارفين ان الفي اي بزيرو، يبقى الفي سي اي بتساوي الفي سي بتساوي 6.83%. طب يا جماعة إضافة بقى للحل اللي أنا حليته، الدكتور قالت طريقة حلوة برضو جدا يعني عشان ما تلخبطش نفسك في الرسمة والفي وتحس ان انت اتلخبطت ومش عارف تجيب ازاي الكرنت وكده، فممكن لما تجيلنا ال في سي سي متوصلة بالار سي وكمان متوصلة بالار بي، لما احنا نفكها كده نعمل ازاي بقى؟ هناخد الفي سي سي هنعملها مرة هنا اهي الفي سي سي، ونحط بعدها الار سي عادي جدا عشان نقدر نعمل كي في ال هنا، وهناخد برضو نفس الفي سي سي نفس القيمه هنحطها هنا
ونحط بعدها الار بي عشان نقدر نعمل كي في ال هنا، وبكده هتبقى اسهل، وهتكون يعني هتطبق بس كي في ال، وهتكون اسهل من ان انت تفضل تجيب الكرنت من هنا والفي وتركز يعني في الكرنت. هي بس الطريقة سهلة عشان ما تلخبطش يعني في الفي دي جاية منين واخرها فين وكده، ولكن الطريقتين صح وهتطلع معاكوا في نفس الناتج برضو. يعني حلو بقى بالطريقة اللي تعجبكم، وايه ربنا يوفقكم ان شاء الله. زي برضو مثلا تطبيق برضو تاني عليها كده، هي دي لو جاتلي انا ممكن حلها بالطريقه زي ما انا حليتها عادي، وهشوف ان مثلا ده الاي بي ماشي، هشوف هو جاي منين، جاي من ال20، وبعد كده هشوف ان هو جاي لحد هنا، فاقول 20 ناقص الفي بي على الار بي. هي ممكن نعملها كده، ممكن لو انتوا هتتلخبطوا تعملوها ازاي، تعملوها زي اللي فاتت دي بانكم ترسموها تاني اهو كده. هتقوموا واخدين ال في سي سي والار سي اهي، هنحطها هنا، تنزلوا كده وتقوموا عاملين ترانزستور اهو الدايت يعني، ودي الار اي، وبعد كده توصلها بالجراوند، وبعد كده الار بي، وبعد كده الفي سي سي برضه نفس القيمة بتاعتها ماشي اهو. بس وتحط بقى ثانية نوصل كده ونحط تقريبا دي بقى هتتمسح. هنحط بقى الايه القيم زي ما كانت، هنا هنا الار سي زي ما قلت، هنا الار سي، وهنا الفي سي سي، وهنا الفي سي سي برضو، وهنا الار بي، وهنا الار اي. فحلو بقى بالطريقة اللي تعجبكم، ربنا يوفقكم. طيب بسم الله، انا دلوقتي جالي مسألة ترانزستور بالشكل ده، لقيت ان في ار سي وار اي، ولقيت ار 1 وار 2، ايه العمل بقى؟ مش هقدر ان انا احلها بالطريقة دي خالص، هعمل ايه؟ هعمل كده هقوم محولاها للسيركت التانية دي، وان انا احط الار سي مكانها واحط الار اي مكانها وار 1 هنا وار 2 هنا. بالله عليكم ركزوا ماشي. فلما احط الار 1 هنا والار 2 هنا ساعتها هتكون ثانية، هتكون بالمنظر ده ماشي. فانا لازم ان انا اشوف حل في الـ لا اتلخبط، فهتكون بالمنظر ده، فانا لازم اشوف حل في الجزء ده. فانا هعمل فيه ايه بقى عشان ابسطها واخليها زي مسألة الترانزستور؟ انا عايزه اعمل كي في ال هنا، انا مش هعرف اعمل كي في ال هنا غير لما تكون هنا ار واحده. طب ازاي هتكون ار واحده؟ هنعملها كأنها ار 7 زي ما كنت شارحه الار 7 كده، فهنعملها زيها. ازاي بقى؟ ازاي الار 7 هجيب ان هما الاثنين بارلل مع بعض ماشي، ده دي ثابته يعني مش بدماغنا لا، يعني بصوا هي كده كانها ار 1 وهنا كانها ار 2 ماشي، وهنا انا اهو انا هنا ده المصدر مثلا عندي، فدول ايه؟ دول بارلل مع بعض، مانيش دعوة بدي، انا بعوض عن كل فولتج سورس بايه؟ بشورت سيركت، نراجع ده كمان. المهم يعني فادي ده المصدر مثلا، فانا بجيب الار 7 هنا عندي ايه؟ ان ار 1 بارلل مع ار 2، جبتها طلعت عندي كده تمام. همسح دي خالص وهجيب الفي 7، ثانية واحدة، هجيب الفي 7 ازاي بقى؟ ازاي انا دلوقتي الفي 7 انا عندي بتساوي ايه؟ نفس اللي كنت رسماها اهي، هتكون كده ماشي اهو، بتساوي ايه؟ بتساوي ايه الفي 7 انا عندي؟ هي بتساوي لو انا قلت ان دي الاوبن سيركت يعني ماشي، الاوبن سيركت، فالفي 7 بتساوي الفي اوبن سيركت ديت. طب الفي اوبن سيركت دي هي بارلل مع ايه؟ مع الفي اللي ماشي في ار 2 هنا، مش دي ار 2 صح؟ 2 يبقى في 7 بتساوي الفي اوبن سيركت بتساوي ايه يعني في الاخر؟ في ار 2. جميل، يعني في ار 2 هي اللي انا عايزه اجيبها دلوقتي. طيب في ار 2 دي بتساوي ايه؟ بتساوي اي ار 2 صح كده. طب الاي اللي ماشي هنا، الاي اللي ماشي هنا ده بقى ده اجيبه ازاي؟ هجيبها من هنا اهو،
لو انا عايزه اجيب الاي في الدايره دي من غير الحاجات اللي بره دي خالص، وهي دايره هي بسيطه، عايزه اجيب الاي فيها، هقول ايه؟ هقول 10، ال10 فولت دي على ال R1 بلس R2، لان هي دايره بسيطه وهما الاثنين هنا توازي، سوري، توالي مع بعض او سيريس يعني. لو انا عايزه اجيب الاي بس ماشي، لا يعني كل حاجه ما ادخلهاش في بعض، دي حاجه ودي حاجه، لما اجيب الاي حاجه واجيب الفي 7 حاجه واجيب الار دي حاجه تالته خالص. فهنا عشان اجيبها هتجيب الاي هنا في السيركت البسيطه دي هتكون بتساوي ال10 على الار 1 بلس الار 2. طيب ما هي اهو، اهو ده القانون بتاع ال اي اللي انا لسه قايلاه، ماشي، مضروب. فانا ده الاي ماشي، فكيته بس مضروب فيه بقى الار 2 عشان اجيب الفي ار 2 اللي هي بتساوي الفي 7. اتمنى تكون واضحه يعني، ان شاء الله تكون واضحه بس كده يعني. فانا كده جبت الفي 7 وبالتالي هرسمهم بقى، هحط الفي 7 هنا مكانها والار 7 اللي انا جبتها، وهتكون بشكل بسيط شويه اقدر ان انا اطبق هنا كي في ال واجيب كل الطلبات اللي هو كان عايزها يعني، والاي وكده يعني. طيب السؤال ده هنحاول نحله بطريقه بسيطه جدا. دلوقتي احنا لما كنا بنلاقي الفي سي سي متوصله بالار بي والار سي كنا بنعمل ايه؟ يا اما كنا بنحلها بس ناخد بالنا التيار جاي منين ورايح فين، والفي اللي طالع منها والفي اللي رايح لها وكده، ونحسبه، يا اما كنا بنرسمها رسمه تانية. الطريقه التانية ان احنا بناخد الفي سي سي ونحطها قبل الار سي مره وقبل الار بي مره، ونعمل دي كي في ال ودي كي في ال، صح كده؟ فلنفترض ان هتجيلنا في الامتحان حاجه مش شبه كده، هتجيلنا بقى ان ال ار سي متوصله عادي بالفي سي سي اللي هو ده، و ال ار بي او اللي هي ار 1 و ار 2 دي يعني متوصله بنقطه اللي هي يعتبر يعني الفي سي ماشي، او نقطه ما، نقطه اسمها الفي او ديت ماشي، عشان هنا مفيش اي مقاومه، فبالتالي النقطة دي هي نفس النقطة دي الاتنين نفس النود يعني، اوكي. فهنعمل ايه؟ هنعمل ايه بقى هنا؟ عادي جدا، هنعملها برضو سيركت تانية زي ما كنا بنعملها، او ممكن نحلها زي ما هي بس نعملها سيركت تانية احسن، عشان ديت بقى هتكون لخبطة شوية لو عملناها زي ما هي كده. هنعمل السيركت التانية ازاي؟ النقطة دي اسمها ايه؟ النقطة دي لو انا عايزة احسب الفولتج فيها اسمها في زيرو ماشي، هنسمي دي برضو في زيرو. انا عايزه بقى احسب النقط الفولتج هنا هيكون بيساوي ايه؟ هيكون بيساوي الفولتج اللي قبلها اللي هي في سي سي ناقص اي سي ار سي. معايا اي سي؟ لا مش معايا، جميل. بس انا عرفت، انا وصلت النقطه ان الفي او ديت بتساوي ايه، او الفي زيرو بتساوي 18 ناقص 3.3 ماشي، ال point 3 دي تتحط 3.3 اي سي، جميل. هي نقطة اسمها كده. أنا بقى هقوم واخدة ال branch ده، هاخده هقوم نقلاه الناحية التانية هنا ماشي، نقلاه هنا كده، وهقوم حاطة هنا ال V zero ديت، جميل. بس وهعمل كي في ال هنا وكي في ال هنا، وأنا معايا اي سي. ال اي سي دي مش عارفاها، فلما اعمل كي في ال هنا هحاول ان انا اعرف الاي سي دي، وبالتالي هقدر اعرف الفي زيرو، وهقدر اعرف كمان بقيه الحاجات. نعملها ازاي بقى كده؟ وبعدين كده، وبعدين دي، هو المقاومتين اصلا كانوا سيريس صح، ممكن احطهم مقاومه واحده يعني عشان اغطي نفسي ماشي. وبعدين كان في ار اي اظن، بس وصل دي يعني هتكون والله سهل ان شاء الله باذن الله يعني. هنكمل ازاي؟ هنكمل ان احنا نشوف القيم كانت بكام. ثانيه واحده، تمام. كانت دي اللي هي الفي سي سي عادي 18 صح. المقاومه دي كانت 3 3. دي بقى هنعملها ب 18؟ غلط طبعا، غلط 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 غلط. هنعملها بالنقطه اللي احنا قلنا عليها، ما هي دي اصلا، هي دي كانت التريك اصلا في الموضوع يعني، ان دي مش هتكون 18 عشان دي ما كانتش متوصله بالفي سي سي. هي لو متوصله بالفي سي سي كنا حلناها زي المره اللي فاتت، لا دي كانت متوصله بنقطه تانية، والنقطه دي جهدها هو اللي هنحطه كجهد البطاريه دي، ركزوا اوكي. هو جهد النقطه دي هو اللي بنحطه هنا، مش جهد الفي سي سي وخلاص، هي ما كانتش متوصله بالفي سي سي اوكي. فكان جهدها ايه؟ احنا قلنا ان كان 18 ناقص 3 و3
باي سي، صح كده؟ ده جهد النقطة دي أو البطارية يعني دي اللي احنا حطيناها. وهنحط المقاومة دي، احنا قلنا ان كان في مقاومتين 110 و91، فلما نجمعهم كده هيكونوا 201 ماشي كيلو اوم. بالمناسبة يا جماعة، يا اما تحولوا كل المقاومات الكيلو يا اما كلها الاوم عشان ما تلخبطوش في الكرنت اللي هتجيبوه، هو بالمايكرو ولا بالامبير ولا بالملي وكده. فتحولوا كل المقاومات اللي في الدايرة اللي كيلو اوم او اوم عشان الكرنت يطلع. لو انت حولته كله لكيلو اوم فكل الكرنت اللي هيطلع هيكون بالملي، لو حولته كله الاوم فكل الكرنت اللي هيطلع هيكون ايه بالامبير عادي. بس لازم يعني توحدوها، يا اما كلها كيلو اوم يا اما كلها اوم. تمام، 510 اوم. بس بقى نفس الغلطه اللي كنت بقول عليها، هنا 510 اوم، انا الباقي كله بالكيلو، فعشان ما الخبطش نفسي والارقام تطلع غلط بسبب حاجه بسيطه وانا عامله كل الخطوات صح، بس الاوم هي اللي هتطلع بك للدنيا، فليه ليه فانا هحولها هحولها لكيلو اوم وهتكون كده صح ولا غلط؟ صح طبعا. وهطبق كي في ال. طيب لما اطبق كي في ال هنا، انا قلت ان انا هعمل كله اكتف في الاول، فانا هقول ان الاي سي بتساوي ايه، بتساوي بيتا اي بي، القانون اللي كان عندي في الاول، بس فعوض عن كل اي سي عندي ببيتا اي بي، ففي الاخر هجيب البيتا الاي بي سوري، يا اما عوض عن كل اي بي في الكي في ال هنا دي باي سي على البيتا، وهجيب برضو كده الاي سي، وهقدر منها ان انا اجيب بقيه كل الطلبات اللي هو كان عايزها، وبكده نكون حلينا السؤال وبس كده. السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ المفروض دلوقتي هنحل كام سؤال على ترانزستور، ف يلا. هو هنا المفروض ان ده ترانزستور، هو عايز مني اجيب الفي بي والفي سي والفي سي اي والفي بي سي والاي ساتوريشن، ومديني ان الاي بي ب 240 كيلو اوم، والار سي ب 2.2 من 2.2 كيلو اوم، والفي بي بي قيمتها نفس قيمه الفي سي سي، يعني كانها الشكل اللي احنا متعودين عليه عادي، اللي هو بيكون كده، ده اللي هو بيكون هنا الفي سي سي، يعني هي كانها هي نفس الشكل ده تمام. والبيت عندنا ب 50. طيب احنا هنعمل زي ما احنا متعودين، واحنا نبدا بان احنا هنقسم ان هي في الاكتف، فاحنا هنقول ان مثلا هنا اكتف، واحنا عارفين شروط الاكتف ايه، ان الفي بي تكون اكبر من الفي اي، والفي بي تكون اصغر من الفي سي. اوكي تمام، احنا بقى ناخد بالنا من حاجه، ان هنا الاميتر متوصل بالجراوند، طالما الاميتر متوصل بالجراوند يبقى اكيد اكيد عندنا الفي اي، ثانيه هعمل كده دي، الفي اي هتيكوال زيرو تمام. وطالما الفي اي بتيكوال زيرو يبقى احنا نقدر نجيب منها الفي بي، لان احنا عندنا ايه، عندنا الفي بي اي بتساوي الفي بي ناقص الفي اي تمام. وهنا كده دي عندنا بزيرو، ودي عندنا ب 0.7، طالما احنا بنقول ان هي اكتف يبقى اكيد اكيد الدايد اللي هنا متوصل فورورد، فاكيد دي هيكون ب 0.7. فده معناه بقى ان ايه، ده معناه ان احنا اول حاجه كده عندنا جبناها ان الفي بي بتيكوال 0.7. طيب ده بقى برضو هيحقق عندنا اول شرط، ان احنا هنا عندنا ان هنا الفي بي اهي اكبر من الفي الفي اي، طيب يبقى ده اول شرط عندنا تمام صح. طيب ندخل في اللي بعديه، هو عايز بقى الاي بي. طيب احنا عارفين ان الاي بي بتساوي الفي بي بي او الفي سي سي ناقص الفي اي سي الفي اي بي على الار، احنا ده عارفينه، فكده هيبقى عندنا ايه، هيبقى عندنا الاي بي هتساوي الفي بي بي ناقص الفي بي اي على الار بي، يعني هي هنا عندنا ب 12 ناقص 0.7 على الار بي ثانيه اللي هي 240 كيلو تمام. يعني ده كده كله في الاخر هيطلع لنا ايه، هيطلع لنا الرقم ده ملي امبير تمام. كده احنا جبنا الفي الاي بي. طيب هنجيب بقى الاي سي ازاي، مختلف. احنا عندنا قانون ان احنا عندنا الاي سي بتساوي بيتا
اي بي، فده معناه ان احنا هنا عندنا البيتا ب50، فيبقى 50 في الرقم اللي احنا لسه مطلعينه ملي، هيساوي كام؟ هيساوي 2.35 ملي امبير تقريبا يعني. تمام، هو كده يبقى جبنا ال اي سي. طيب عايزين نجيب ال في سي اي. طيب احنا هنجيب ال في سي اي ازاي؟ مش احنا عندنا ان ال في سي هي ال في سي اي هي الحته اللي هنا اللي هو اللي هنا ده. طيب مش احنا عندنا، مش احنا عارفين ان ال في سي اي القانون بتاعها ان هو في سي سي ناقص اي سي ار سي زائد ار اي. طيب احنا هنا اصلا ما عندناش ار اي، وكمان هي متوصله بالجراوند، فخلاص كده مفيش ار اي. يبقى احنا كده هيبقى عندنا في سي سي ناقص اي سي ار سي، يعني هتساوي كام؟ يبقى 12 ناقص اي سي اللي احنا كنا لسه مطلعينه هو تقريبا 2.35 حاجة كده، في كام؟ ار سي 2.2 يعني هيساوي في الاخر كام؟ يعني هيساوي 6.83 فولت بس كده. يبقى جبنا ال في في سي اي. طيب عايزين نجيب بقى ال في بي اي، بس لازم ناخد بالنا من حاجه، ان احنا هنا عندنا لما بيكون ال لما بيكون ال في الاميتر متوصل بالجراوند، احنا عندنا حاجه لازم ناخد بالنا منها جدا. لما بيكون عندنا ال في متصل بالجراوند، فبيبقى عندنا ان ال في ال في بي اي بتساوي ال في بي، وال في سي اي بتساوي ال في سي. يعني دي مهمة جدا عشان هتوفر علينا في الخطوات. فاحنا هنا طالما كده هو متوصل بالجراوند، يعني احنا حتى كان طالع لنا ان احنا ال في بي بتساوي 0.7، واحنا عندنا ال في بي اي بتساوي 0.7. طيب هنا عندنا ال في اي ال في سي اي بتساوي 6.83%، يبقى كده دي برضو بتساوي ال في سي. تمام، دي حاجة لازم نبقى واخدين بالنا منها. عايزين بقى نجيب ال في ال في سي بي. احنا عايزين نجيب ال في بي سي. طيب احنا كده ال في بي سي عندنا هتساوي ايه؟ هتساوي ال في بي ناقص ال في سي. طيب احنا ال في بي لسه جايبينها ان هي ب 0.7، طيب وال في سي برضه لسه جايبينها اللي هي ب 6.38%. طيب ده اصلا هيطلع لنا، يعني انا ما حسبتوش، بس هيطلع لنا رقم سالب. طيب ده اكبر دليل ان هي فعلا اكتف. ليه؟ لان في الاكتف بيكون ال ثانيه، في الاكتف بيكون الدايود اللي هنا متوصل فورورد، تمام، واحنا اثبتنا ان هو متوصل فورورد، والدايود ده بيبقى متوصل ريفرس. طب طالما هو يعني الفي الفي بي سي هو الدايود اللي هنا، طالما طلع لنا قيمه سالبه يبقى هو ده فعلا متوصل ريفرس وده فعلا اكتف، يبقى ده كده كوركت اسامبشن. طيب احنا ناقص لنا الاي ساتوريشن ثانيه. طيب هو هنا بقى عايز الاي ساتوريشن. طيب الاي ساتوريشن ايه هي الاي ساتوريشن؟ هي الاي سي، الاي سي لما تبقى ماكسيمم، يعني الاي سي لما بتبقى الدايود في الساتوريشن مود، فهنا الاي سي بتكون ماكسيمم، بتبقى اعلى قيمه الاي سي ممكن توصل لها. طيب هنا بتكون بتساوي ايه؟ بتكون بتساوي الفي سي سي على الار سي، بس الفي سي سي على الار سي، فهتساوي عندنا هنا 20 على 2.2 كيلو، يعني هتطلع لنا في الاخر هيساوي تقريبا يعني 9.09 في 10 اس سالب 3 يعني تقريبا. بس كده يبقى خلصنا السؤال ده. وهنا بقى الخطوات بس بشكل منظم اكتر. هنا ال في اي، هنا ال في اي بزيرو علشان الايميتر متوصل بالجراوند، وهنا جبنا ان ال في بي هت ايكوال يعني 0.7، وده بيثبت لنا ان هو اول شرط صح. تمام، ان ال في بي اكبر من ال في اي. تمام، هنا جبنا الاي بي من المعادله اللي انا قلتها عادي. طيب والاي سي جبناها من بيتا في اي بي، والاي سي احنا لازم 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 نكون يعني فاكرين ان لما بيكون لما الايميتر يكون متصل بالجراوند
ال في سي بتساوي ال في سي اي، وال في بي بتساوي ال في بي اي. تمام، احنا هنا قلنا ان ال في سي هتساوي ال في سي اي هتساوي ال في سي ال في سي بي ال في سي اي، وهنا قلنا ان ال في سي هتساوي ال في سي اي، وده كان بيثبت ان ال في بي اصغر من ال في سي، وده اثبت عندنا الشرط الثاني، وكده هي فعلا تبقى correct assumption، ودي فعلا في الاكتف مود. طيب وجبنا هنا ال في بي سي من احنا طرحنا ال في بي من ال في سي، وطلع عندنا رقم سالب، وده برضو يأكد لنا ان احنا في الاكتف مود، علشان الدايود الثاني اللي هو بي سي كان متوصل ريفرس، واحنا قلنا الاي ساتوريشن اللي هي بتكون اي سي ماكسيمم، بتكون اي ثاني بتكون اي سي ماكسيمم، وبتساوي في سي سي على ار سي. طيب ندخل في المساله اللي بعدها. طيب في المساله دي جايب لي ترانزستور وعايز مني مره الفي بي مره الفي اي ومره الفي سي. تمام، احنا زي ما بنعمل على طول هنعمل ايه؟ اول حاجه احنا هنقسم اللي هو في ريجن، واحنا بنعمل على طول ان هو في الاكتف. طيب احنا هنقول مثلا ان هو اكتف. طيب احنا عارفين شروط الاكتف ان الفي بي اكبر من ال في اي، وان ال في ال في بي اصغر من ال في سي. طيب ده احنا عارفينه. احنا هنا بقى لازم ناخد بالنا من حاجه، ان احنا هنا عندنا البيز متصل بالجراوند. ثانيه، يعني هنا عندنا البيز متصل بالجراوند. طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال في بي عندنا ان ال في بي عندنا هتساوي زيرو. طالما حاجه متصله، طالما اي جزء متصل بالجراوند يبقى ال في بتاعته هيكون بزيرو. طيب احنا من هنا ممكن نستنتج ايه؟ ممكن نستنتج ان احنا عارفين ان ال في بي اي بتساوي ال في بي ناقص ال في اي. طيب واحنا هنا دي قلنا ان هي بزيرو، ودي طالما احنا عاملين بنقسم اللي هو اكتف يبقى دي فورورد، يبقى دي ب 0.7. طيب ده بقى معناه ايه؟ ده معناه ان ال في اي بتساوي سالب 0.7. طيب ده بيحقق لنا شرط من شروط الاكتف، ان احنا هنا عندنا ال في بي اكبر من ال في اي، يبقى اول شرط عندنا كده. تمام تمام. طيب احنا هنا بقى عايز ال في بي، يبقى احنا هنا عندنا ال في بي بزيرو. طيب عايز ال في اي، احنا جينا هنا جبنا ال في اي بسالب 0.7. طيب هنا عايز ال في سي. طيب احنا ال في سي عارفين ان احنا لما بنيجي نجيبها بنبقى محتاجين نجيب ال في بي الاي سي. طيب احنا هنا الاسهل بالنسبه لنا ايه؟ ان احنا نجيب الاي اي، ومن الاي اي احنا عارفين ان الاي اي قيمتها تقريبا بتساوي نفس قيمه الاي سي، هما الاثنين قيمتهم تقريبا بتساوي بعض، فاحنا بالنسبه لنا اسهل ان احنا نجيب الاي اي ونساويها بالاي سي ونعوض بيها ونحل. طيب احنا هنعمل ايه في الاول؟ هنقول ان الاي اي احنا هنا هنعمل دي كانها سيركت عشان نجيب منها الكي في ال. ف طيب هنعمل ايه بقى؟ هنعمل كي في ال. فاحنا عارفين ان احنا عندنا عشان نجيب ال اي اي، فاحنا عندنا في اي في بي اي زائد ال اي اي، يعني هو ال في بي اي زائد ال اي اي ار اي ناقص بقى، عشان هو هنا داخل لل عشان هو هنا داخل للبطاريه من الجزء السالب. احنا افترضنا ان دي بطاريه. تمام، فيبقى سالب 3. وهنا احنا المفروض هنا هنقول ايه؟ هنقول ان هو اي بي ار بي، بس احنا اصلا عندنا هو قايل لنا ايه؟ قايل لنا ان الار بي الاي بي بزيرو، فاحنا كده لو قلنا ان هي اي بي في ار بي فتبقى بزيرو، فمش هيبقى ليها لازمه. تمام، ده كده هيكون عندنا هيساوي زيرو. تمام، يبقى كده عندنا دي 0.7 ودي هتبقى ب 2.2. اوكي، طيب يبقى كده الاي اي عندنا هتساوي 2.3 على 2.2. يبقى هيساوي كام؟ طيب يعني هتساوي في الاخر 1.045 ملي امبير. طيب كده جبنا الفي اي، ونقدر نقول ان كده. طيب ثانيه امسح حاجه. طيب يبقى احنا كده جبنا الاي بي الاي اي، ونقدر نقول ان كده الاي اي هتساوي الاي سي، هيساوي الرقم اللي طلع ده. ف
تمام تمام احنا بقى دلوقتي عايزين نجيب الفي سي. احنا عارفين، ثانية نمسح بقى كله. طيب احنا عندنا عارفين ان الفي سي بتساوي في سي سي ناقص، يعني احنا هنا المفروض ان هنا دي هتكون الفي سي، ثانية المفروض ان النقطة دي كده هي الفي سي، المفروض ان هو هيكون متوصل كده. احنا عارفين ان الفي سي عندنا دي بتساوي الفي سي سي، دي الفي سي سي بتساوي الفي سي سي ناقص الاي سي ار سي، يبقى الفي سي بتساوي الفي سي سي ناقص الاي سي ار سي، تمام. يبقى احنا كده عندنا، الفي سي هتبقى ناقص اي سي ار سي، هيساوي كام؟ الفي سي سي عندنا ب 3 والاي سي احنا لسه جايبينها، هنبقى في الار سي 1.6، دي ملي ودي كيلو فهيروح مع بعض، يعني هيطلع لنا في الاخر 1.328 فولت، يعني تقريبا 1.4. بس دي بقى الحاجات اللي احنا عملناها. احنا هنا قلنا ان الفي سي الفي بي بتزيرو، لان بتزيرو انها متوصله بالجراوند، وده معناه ان الفي اي هتساوي سالب 7/10، وده بيثبت ان الفي بي اكبر من الفي اي. وجبنا من المعادله الفي اي، وبعد كده جبنا يعني قلنا ان الفي سي بتساوي الاي اي، الاي سي بتساوي الاي اي عشان هما يعني تقريبا بيساوي نفس القيمه. ومنها رحنا جبنا الفي سي، قلنا ان الفي سي بتساوي الفي سي سي ناقص الاي سي ار سي، وبس. ومنها دي كمان يعني اثبتنا ان الفي بي اصغر من الفي سي، الفي بي اصغر من الفي سي. واحنا لازم 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 نثبت نتاكد ان الشروط بتاع الريجون اللي احنا بنقسم ليه يعني متحققه، لان انا لو مش متحققه فاحنا كده كل حلنا غلط وهنضطر نقسم من تاني، فلازم نتاكد ان هو كوركت اسامبشن لازم. تمام ندخل على طيب في السؤال ده، هو مديني ترانزستور وبيقول لي ان هو الار بي ب 250 كيلو اوم، هي دي، والفي سي سي ب 5 فولت، والار سي ب 2 كيلو اوم، والبيتا ب 100. تمام احنا ممكن نعمل حاجه، بس ثانيه ممكن نشيل الجزء ده خالص ونعمله زي ما احنا يعني المايده كانت معودانا على كده، هيبقى كده، هيبقى ده يعني الشكل اللي احنا علينا متعود عليه. تمام هو طالب مني ايه بقى؟ طالب مني عايز اول حاجه الاي بي، خلينا في اول حاجه دلوقتي اللي هي الاي بي. تمام احنا قبل اي حاجه نعملها في الترانزستور فاحنا لازم نقسم. احنا هنا نقسم ان هو اكتف زي ما بنعمل كل مره اكتف، واحنا عارفين شروط الاكتف بقى مش لازم اكتبها. طيب اول حاجه لازم اخد بالي منها اشوف لو في حاجه متوصله بالجراوند. طيب هنا دي عندنا الاميتر متوصل بالجراوند، فده معناه ايه؟ ده معناه ان الفي اي هت ايكوال 0. طيب احنا قلنا لما الفي الاميتر قصدي لما الاميتر يكون متوصل بالجراوند، ده بيقول لنا ايه؟ بيقول لنا حاجتين، ان الفي سي اي بتساوي الفي سي، والفي بي اي بتساوي الفي بي. تمام احنا ممكن نشيل بقى ده، فده بقى نعرف منه ايه؟ نعرف ان الفي بي هتساوي الفي بي اي، يعني هتساوي 0.7. ليه 0.7؟ لان احنا بنقسم ان هي اكتف، وفي الاكتف الدايود اللي هو بي اي بيكون فورورد وبيكون قيمته ب 0.7. تمام تمام ممكن بقى هو عايز دلوقتي مني الاي بي. طيب احنا ممكن نجيب الاي بي اللي هي هتبقى ماشيه اللي هي دي، هي ماشيه هنا دي. طيب احنا ممكن نقول ثانيه دي هتبقى بخمسة، فممكن نقول ان الاي بي هتساوي ايه؟ هتساوي الفي سي سي اللي هي دي، خليها جوه او نخليها الفي سي سي ناقص الفي اي بي اللي هي دي، ناقص الفي بي اي ناقص الفي بي اي اللي هي هنا، على الار فين الار اهي، على الار ايه
اللي هي ار اي ار بي على الار بي. طيب هي هتساوي كام بقى؟ هنقول ان ال في سي سي عندنا بخمسة ناقص 7/10 على هي هنا جاب لي الار بي، الار بي 250 كيلو. طيب ده هيطلع لي بكام في الاخر؟ هيطلع لي ب 17.2 مايكرو امبير. تمام، احنا هنا كده عندنا هنا دي اهي مايكرو. لازم ناخد بالنا ان هي يعني علشان بص، فاحنا لازم ناخد بالنا. تمام، بعد كده طالب مني ال في سي. اوكي، احنا ممكن نشيل الكلام ده بقى، ممكن نشيل ثاني نشيل ده. احنا هنا جايبين قلنا ان الفي بي الاي بي هتساوي ايه؟ هتساوي 17.2 مايكرو امبير. طيب احنا عارفين كلنا عارفين ان الاي سي بتساوي بيتا اي بي. طيب يبقى هنقدر نجيب الاي سي بكل سهوله من بيتا اي بي، فهيطلع عندنا بكام؟ احنا هنا عندنا البيتا ب100، هنضربها في الرقم ده اللي هو 2 مايكرو، فهيطلع لنا كده 1.7 ملي امبير، 1.7 ملي امبير. طيب فين اهو 1.7 ملي امبير. طيب بعد كده عايز ال في بي. طيب احنا ال في بي كنا قايلين ان ال في بي اي هتساوي ال في بي، واحنا هنا عندنا ال في بي اي ب 0.7 فهتساوي 0.7. طيب عايز ال في سي اي، ال في سي اي كنا قايلين ان ال في سي اي هتساوي ال في سي. طيب نروح نجيب ال في سي اي. طيب ممكن نشيل الجزء. طيب احنا عارفين ان ال في سي اي هتساوي ال في سي تضمن الايميتر متوصل بالجراوند. طيب احنا بنجيب، ممكن نجيب ال في سي اي، ال في سي ازاي؟ ان احنا نقول ان ال في سي سي ان هيبقى ال في سي سي ناقص ال 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 ار سي اي سي، زي ما احنا كنا لسه حلناها في السؤال اللي قبليه. يبقى هيبقى ال في سي هتساوي ال في سي سي ناقص اي سي ار سي. احنا عندنا ال في سي سي بكام؟ بخمسة ناقص ال اي سي احنا لسه كنا جايبينها بواحد، ثانية ممكن نرجع الكلام مرة شوية، هيبقى خمسة ناقص 7/10 ملي، دي كانت ملي، في الار، الار سي اللي هي بكام؟ 2 كيلو، فده هيروح مع ده، ما علينا. فده في الاخر هيطلع لنا كام؟ هتطلع تقريبا ب 1.56 فولت. تمام، اللي هي هنا اهي. طيب واحنا لسه قايلين ان الفي سي هتساوي الفي سي اي لان الايميتر متوصل بالجراوند، فطبيعي الفي سي هتساوي نفس الرقم. طيب السؤال اللي بعديه، والله يا جماعه انا حاولت قدر الامكان ان انا اظبط الصوره بس يعني هما كده. عايز الفي بي سي. طيب احنا كنا قايلين ان الفي بي سي بتساوي ال ثانيه، الفي بي في بي سي هتساوي الفي بي ناقص الفي سي. طيب احنا الفي سي هنا عندنا جايبينها بده، والفي بي عندنا اهو، يبقى عندنا هيبقى 0.7 ناقص 1.56، هيدينا رقم سالب اكيد، وده اكبر دليل ان احنا في الاكتيف مود، لان الدايود الدايود اللي هو بي سي هيكون متوصل ريفرس. تمام، يعني تقريبا هتساوي عندنا الرقم ده بس، والمساله خلصت. طيب هنا الحاجات اللي احنا عملناها، ان احنا قلنا ان الفي اي بتساوي 0 لانها متوصله بالجراوند، الفي بي هتساوي الفي بي اي 0.7 وده بيحقق لنا شرط من الشروط، وعندنا الاي بي جبناها من احنا قلنا في سي سي ناقص في بي اي على ناقص في بي اي على ار بي، فطلع لنا القيمه مش كاتباها ما علينا. وجبنا الاي سي من بيتا في اي بي، وقلنا ان الفي بي هتساوي 0.7 عشان احنا عاملينها فوق، وجبنا الاي سي الفي سي اللي هي طلعت اكبر من الفي بي، وده حقق لنا الشرط ده، وده اكد لنا ان هي في الاكتف مود، وبعد كده جبنا الفي بي سي بس. طيب هنا الحاله اللي هي فولتج ديفايدر، طالما هنا في مقاومه، هنا فاعرف ان دي فولتج ديفايدر على طول، وده على طول بيكون في الاكتف. هو سبحان الله كل الاسئله بتاعت معانا اكتف، بس ده دي الحاله دي يعني الحالات دي بيكون في الاكتف بس.
طيب يبقى احنا هنا عندنا اكتف، مش محتاجين بقى نقول اسيوم او حاجه. طيب احنا بقى هنا بنعمل حاجه، دي ليها طريقه مختلفه. ان احنا بنعمل ايه؟ اول حاجه ان احنا بنجيب الار 7، الار 7 بتاع ال انتو ريزيستنت دول، واحنا المفروض هنشيل كل المكثفات دي وهنقوم جايبين دي كده، و ده يكون ال في سي في سي سي، ودي الار 1. تمام، هنجيب الار 7 بقى بتاعه الار 1 والار 2، هيساوي كام؟ هيساوي ار 1، ار 1 في ار، يعني ار 1 في ار 2 على ار 1 زائد ار 2، يعني هيساوي كام؟ هيساوي 8، ثانيه اكبر الخط شويه، لا تمام، 8.2 في 2.2 على 8 على ايه ده، على 8.2 في زائد بقى زائد 2.2. تمام، هيطلع لنا كام بقى في الاخر؟ تقريبا 1.734. تمام، احنا بس نروح نشوف هو طالب مننا ايه الاول. طالب مننا الار 7 في الاول، فاهي بعد كده طالب مننا الاي 7. الاي 7 دي برضو ليها قانون، ليها قانون. طيب الاي 7، ثانيه الاي 7 القانون بتاعها بيقول ايه؟ ان ار 2، طب احنا ممكن نشتغل في مختلف، ان ار 2 في في سي سي على ار 1 بلس ار 2، ايه ار بلس ار 2، ده القانون بتاع الاي 7. طيب هيبقى كام؟ هيطلع لنا كام في الاخر؟ ار 2 اللي هي عندنا ب 2.2 في هو 20 على 8.2 زائد 2.2، يعني هيطلع لنا في الاخر تقريبا 4.23 فولت. تمام، هنروح اهي. تمام، بعد كده عايز الاي بي، هنجيب الاي بي. طب نمسح الحاجات اللي هنا دي. دلوقتي بقى احنا نقدر نبسط الدايره ونقول ان ده هنشيل ده كده، هيبقى هنا وده برضو هيبقى هنا كده، وده برضو هيتشال، وهيبقى هنا كده دي، ودي كده هتبقى الار 7 اللي احنا جبناها، ودي الاي 7. تمام، بعد كده بقى احنا عايزين الاي بي. الاي بي في الحالات دي بيكون ليها قانون معين. الاي بي هتساوي اي 7 ناقص في بي اي على ار 7 ناقص بيتا زائد بيتا، بيتا زائد 1 ار اي. حاسه الخط مش واضح كده، حلو. هيساوي كام بقى؟ المفروض طيب نكتبها. طيب احنا مطلعين الار 7 بكام؟ مطلعينها ب 4.23 ناقص 0.7 على الار 7 1.73 ناقص بيتا. احنا عندنا البيتا بكام؟ بيبقى ب 121 في الار اي اللي هي 1.8. ده كله هيطلع لنا كام في الاخر؟ انا مش عارفه. اهو هيطلع لنا 1.6 و3 مايكرو امبير. بس نروح نعلم عليها اهي. اوكي، بعد كده عايز ال في سي اي، عايز ال في سي اي. طيب احنا ممكن نشيل ده. احنا ال في سي سي، ال في سي اي ممكن نجيبها من هنا. ثانيه اهو، احنا هنعمل كده، ممكن نجيبها من اللوب دي اللي هي ال في سي اي اللي هي بيكون هنا، في سي اي تمام، هي بيكون هنا. طيب احنا ممكن نجيبها من هنا. ان احنا هنقول ايه؟ احنا بنجيب ال في سي اي من ايه؟ عندنا الايكويشن دي اللي هي بتقول ان ال في سي اي بتساوي ال في سي سي ناقص ال اي سي في ال
الار سي زائد الار اي. طيب احنا هنا كده عندنا مشكله ان احنا عندنا هنا احنا ما نعرفش الاي سي بكام. طيب مش احنا في السؤال اللي فات كنا جايبين الاي بي اهو، هناخد قيمتها ونضربها في بيتا بس، فيبقى عندنا الاي سي هتساوي بيتا اي بي، يعني هتساوي عندنا 120 في احنا كنا جايبين كام في 16.3 ده كان مايكرو، يعني هيطلع لنا في الاخر كام؟ هيساوي في الاخر 1.9236 ملي امبير. ده الاي سي. هناخد بقى نطلع نعوض بيه فوق، فهيبقى عندنا الفي سي اي هتساوي في سي سي اللي هي 20 زائد الرقم ده في ده طبعا بالملي في ار سي اللي احنا اللي هي معانا 2.7 كيلو زائد كيلو اوم يعني زائد 1.8 كيلو اوم. فده كله هيطلع لنا في الاخر كام؟ هيطلع لنا 11.36 من 100 فولت. طيب نشوف المطلوب ايه ده، معلش نشوف المطلوب اللي بعد كده. عايز ال في سي، بس الاجابات اللي هنا دي مش صح. طيب هنجيب ال في سي. ال في سي عندنا ايه هي اصلا؟ ال في سي اللي هي بتكون، طب ثانيه نمسح الكلام ده. ال في سي عندنا اللي هي النقطه، اللي هي النقطه دي، دي ال في سي. طيب احنا عشان نجيب الفي سي فاحنا ممكن نقول ان الفي سي بتساوي الفي سي سي ناقص الاي سي ار سي، عادي الاي سي ماشيه كده، هيبقى الفي سي سي ناقص الاي سي ار سي. ماشي، يبقى الفي سي عندنا هتساوي في سي سي ناقص اي سي ار سي، يعني هتساوي كام؟ 20 ناقص 1.9236 في الار سي اللي هي 2.7، يعني هيساوي في الاخر 14 تقريبا، يعني 14.8. تمام. بعد كده عايز ال ايه ده، الفي بي، عايز الفي بي، عايز. طيب هو عايز دلوقتي الفي بي. احنا ممكن اسهل بالنسبه لنا ان احنا نجيب الفي اي الاول وبعد كده نجيب منها الفي بي. طيب ازاي؟ ثانيه نمسح الكلام ده. احنا كنا مطلعين ال VCE بكام؟ كنا مطلعين ال VCE ب 11.36. طيب مش احنا عارفين ان ال VCE بتساوي VC ناقص VE؟ طيب ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال VE هتساوي، هتساوي دي لو رجعناها بعكس الاشارة كده، يعني هتطلع في الاخر سالب في سي اي ناقص في سي. طيب احنا الفي اي كنا مطلعينها بكام؟ كنا مطلعينها ب 11.36 ناقص الفي سي. احنا كنا لسه في السؤال اللي فات مطلعينها ب 14.8 تقريبا يعني. طيب هنا هيطلع لنا رقم سالب، فهيبقى سالب في سالب، فهيطلع لنا رقم موجب اللي هو هيطلع في الاخر 3.52 تقريبا، مش بالظبط. طيب دي الفي اي، احنا ممكن منها نجيب الفي بي. ليه؟ مش احنا عندنا ان في بي اي بتساوي في بي ناقص في اي. طيب سهله، احنا ممكن نروح ودي دي كده ونقول ان الفي بي اي، ان في بي هتساوي في بي اي زائد في اي، يعني هتساوي في الاخر كام؟ 4.3 تقريبا. نيجي نشوف هنا، هنا اهي وهنا اهي. طيب هنا دي الحاجات اللي احنا عملناها. الاول احنا قلنا ان دي فولتج ديفايدر، فهيكون هيكون اكتف على طول، طالما فولتج ديفايدر هيكون اكتف. طيب مش محتاجين بقى نقسم. طيب الفي 7 بنجيبها من نضرب يعني بناخد الاي الار 1 والار 2 كانهم بارل، فهتبقى ار 1 في ار 2 على ار 1 زائد ار 2 ويطلع لنا الرقم ده. بعد كده هنجيب الفي 7 بان احنا نضرب ار 2 في في سي سي على ار 1 زائد ار 2 فهيطلع لنا الرقم ده. طيب الاي بي جبناها من، بيبقى ليها معادله
خاصة بيها، هيبقى ال بي 7 ناقص ال في بي اي على ال ار 7 بيتا زائد 1 ار اي، وهيطلع لنا كده. طيب ال اي سي جبناها من ال اي بي بيتا اي بي، فهيطلع لنا ده. وال في سي سي ال في سي اي جبناها من في سي سي ناقص اي سي ار سي، ويطلع لنا ده. وال في سي جبناها من في سي سي ناقص اي سي ار سي، ويطلع لنا الرقم ده. وكان بالنسبه لنا اسهل ان احنا نجيب الفي اي الاول بعد كده نجيب منها الفي بي، يعني ده كان اسهل بالنسبه لنا. فجبنا الفي بي الاول من في اي، يعني جبناها من في سي اي، وبعد كده جبنا الفي بي اي الفي اي من الفي بي من في بي اي، وبس كده. يعني ده كان كله.